الحيوان ده رغم ان شكله لطيف بس لو شفته اوعى تجرب منه علشان ممكن يقتلك. بس قبل بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك واكسبلور عشان التفاعل وجع خالص. الحيوان ده اسمه اللورس البطيء وشكله لطيف وتحسه حيوان اليف، لكن في الحقيقة انه حيوان خطير وسام. اللورس بيفرز السم من كوعه وبعد كده بيحطه في فمه، واللي بيحصل بعد كده ان السم بيختلط باللعاب اللي في الفم، في النهاية لو عضك هيموتك بسبب السم الموجود في فمه.